جميع المعارضة يعني لنا علاقة معها. وثاني احنا اكثر دولة سببت ازعاج في السعودية. يا اخي السعودية وهابية وقطر وهابية، ليش قطر فيها حرية اعلام، فيها المرأة لها حق الانتخاب، يعني النظام يختلف. المنهور الشيخ ابن عبد الوهاب جدي رقم 16، فيعني هذه حتى الصحافة الأمريكية تكلمت عدة مرات عن هذا الموضوع. بس إن كان لو نجحوا في العراق الخطوة الثانية على السعودية، حتى سعد الفقيه ترى ما في مشكلة، هو استضافوه كذا مرة تعليق على أحداث. لا احنا نقول انه بنصل لك العائلة، إذا الله أعطانا عمر 12 سنة ما في عائلة. أذكرك هذا الكلام، أنت الحين تعرف أن ما عاد عندهم قرار، في خلاف شديد بين السلطان وبين عبد الله بن عبد العزيز. خلاف كبير كبير. بكل سير كان احنا يعني تلكأنا. شوف اللي المسخير مع السعوديين الناس اللي ما عندهم كرامة، مصر والأردن وبالذات مصر. الله يا معمر ان هم منتهين. ما في قرار. لكن ما في شك ان مصر والسعودية هم اللي حلوا بالخزي على العرب. الدولتين الرئيسيين. وسعد الفقيه برنامجه ماشي في السعودية على فكرة، في عدد من المساجد يتجمعون فيها، الأعداد تزيد، هذه أكيد يعني من هذه التهدئة التي تعتقدها. إحنا اللي خلقنا قناة الحوار في لندن، وإحنا اللي بنغذي قناة الجديدة. صفاتهم الفوقية لا تسمح لهم بالتحكم في المملكة. هذا يسألني عنه أما المحور هذا وتشجيع الحركات الداخلية يعني بهدوء، لأن بعد أن مصلحتنا أن دعم هذه الحركات بهدوء، لأن هي قضية وقت. وأنا مثل ما قلت لك، أنا أقول أن إذا الله أعطانا عمر 12 سنة أشك كبير أنك تشوف الأسرة السعودية. مستحيل في قضاء في المنطقة الشرقية، في قضاء في جيزان، في عسير، في حائل اللي سلبت السلطة منهم في الحجاز. إن شاء الله يعني تستمر. أنت تصور الشيعة ضد العائلة المالكة، الجنوبيين اللي هم الزيود والحوثيين والإسماعيلية ضد العائلة الحاكمة، الآن العمود الفقري أصبح ضد العائلة الحاكمة. إيش بيكون المستقبل الآن؟ لها مشكلة مع السعودية رايحة تخترب علاقتهم إلى الأرض. شنو سعد الفقيه في محطتين يستطيع أن يتكلم فيها، الحوار والجديد في لبنان. احنا بالنسبة لنا احنا نعتبر هذا نظام فاسد وهذا نظام أبل مكة والمدينة. والله مش انهم اختلفوا مع الكذاب او مع هؤلاء، هم اللي أبلوا. نشوف تاريخ العرب، هم دائما يطعنون في الخبر.